أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. المملكة تتأثر بمنخفض جوي من الدرجة الثانية، أجواء باردة بشكل عام، تخات من الأمطار على فترات في المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية خلال ساعات نهار اليوم، سرعان ما تتراجع شدتها خلال ساعات مساء يوم الاثنين مع ابتعاد هذا المنخفض الجوي. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم تكون الأجواء باردة بشكل لافت، شتوية، زخات من الأمطار، 6 درجات مئوية الملموسة 3، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مهبات قوية أحيانا. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس شتوي وماطر في عموم المناطق، أربد 10 إلى 7، المفرق 10 إلى 5، جرش 9 إلى 4، وعجلون 7 إلى 5 مع تشكل الضباب الكثيف فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض. نفس الأجواء في المنطقة الوسطى، الزرقاء 10 إلى 9، البلقاء 10 إلى 6، الزرقاء 10 إلى 6 وليس 9، عمان 7 إلى 5، مأدبة 8 إلى 4، والبحر الميت 17 إلى 11 درجة مئوية مع طقس بارد وماطر بشكل عام مع تشكل الضباب الكثيف فوق المرتفعات الجبلية العالية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية أيضا فرصة لزخات من الأمطار في الكرك 7 إلى 2، الطفيلة 9 إلى 3، الشوبك 7 إلى 2، معان 10 إلى 2، والعقبة 19 إلى 11 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق فرصة لزخات من الأمطار 12 إلى 3، الصفاوي 10 إلى 1، ورويشت 13 إلى 4 درجات مئوية. بهذا ننهي عشرتنا، نهار سعيد نتمنى للجميع وإلى اللقاء.